أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، معكم الدكتور ماجد التقي استشاري جراحة التجميل والترميم في برنامج دقائق تهمك. موضوع حلقتنا اليوم راح نتكلم عن عمليات التجميل للرقبة، طبعا خاصة عندنا مشكلة الرقبة المزدوجة أو الذقن المزدوج اللي هو الدبل تشن. طبعا قبل أن نتكلم عن مشاكل الرقبة لازم نعرف شنو هي الرقبة المثالية. الرقبة المثالية اللي هي تكون رقبة مشدودة خالية من التجاعيد وتكون محددة الفك والذقن. خير مثال على ذلك في التاريخ عندنا هي الملكة الفرعونية نيفرتيتي، كان مشهود لها في رقبتها وبالفكين. فلازم نعرف بعد المشاكل المتعلقة في الرقبة لها علاقة بتكوين الرقبة. فإحنا شنو المكونات الموجودة في الرقبة؟ عندنا أول شيء الجلد، تحت الجلد عندنا الطبقة الدهنية، وتحت الطبقة الدهنية عندنا عضلات في هذه المنطقة، وطبعاً الأوردة والشرايين والأعصاب. فالمشاكل تكون في هذه المكونات. إذا أخذنا أولاً مشاكل الجلد، ممكن الجلد يصير فيه مشاكل سطحية مثل التجاعيد الخفيفة أو ممكن التجاعيد العميقة. كذلك ممكن يصير في ارتخاء في الجلد، هذا احيانا يصير مع الناس اللي تفقد وزن او ساعات مع التقدم بالعمر. الطبقه اللي تحتها وهي الطبقه الدهنيه واللي احنا نسميها خاصه الدبل تشن اللي هي فيها تجمعات دهنيه، فهذه هنا تصير في مشكله للرقبه. احيانا يصير عندنا مشاكل في الجلد وفي الدهن، وهذا نشوفه وايد مع التقدم بالعمر، وكذلك ارتخاء في العضلات. طبعا راح اتكلم عن طريقة علاج كل مرحلة او كل حالة على حدة. طبعا في البداية احنا عندنا نوعين من التدخلات، هناك التدخلات الجراحية والتدخلات الغير جراحية. اكثرها شيوعا طبعا التدخلات الغير جراحية، مثلا لو كان عندنا مثلا مشاكل في التجاعيد السطحية، هني نحاول قبل توصل هذه المرحلة نستخدم مثلا كريمات الحماية من الشمس، بعض أنواع التقشيرات، بعض أنواع الميزوثيرابي والبي آر بي، هذا يحسن هذه الطبقة فيمنع حدوثها أو يقلل من ظهورها. كذلك من التدخلات الغير جراحية استخدام أوبر البوتوكس اللي يسمونها أوبر نيفرتيتي. طبعا شنو فائدتها؟ احنا مثل ما قلنا في عضلات في الرقبة، هذه العضلات ساعات تسوي مثل باند طولية في صورة، طبعا نحاول نوريكم اياها، فهذه ما تبين والشخص ساكت، لا، ولما الشخص تبتدي تتكلم او تسولف مع صديقاتها هني تبدأ العضلة في الكونتراكشن يعني بالانقباض، فبالتالي تبين هذه الخطوط، وهي بالتالي بعد تسوي ارتخاء في المنطقة العلوية للفكين. فهني نعطي أوبر البوتوكس راح تحسن من هذه المنطقة. كذلك من التدخلات الغير جراحية هي عندنا أوبر الإذابة اللي ممكن تستخدم لإذابة الدهون في هذه المنطقة، طبعا نتيجتها مو فورية، تحتاج إلى جلسات، وهي تستخدم للحالات اللي يكون فيها دبل تشن أو الذقن المزدوج يكون بسيط مو متقدم وما تكون تراكمات كثيرة. كذلك من التدخلات الغير جراحية واستخدام الهايفو الهاي فريكونسي التراسون، هذا يساعد في بناء الكولاجين في هذه المنطقة وبالتالي يساعد انها تشد. ظهرت بعد في الآونة الأخيرة بعض أنواع التدخلات الغير جراحية مثل الخيوط، طبعا أيضا نتائجها متواضعة مو نفس التدخلات الجراحية. فتكلمنا احنا الجزئية عن التدخلات الغير جراحية، والحين راح نتكلم عن التدخلات الجراحية طبعا حسب الحالة. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونريد نستكمل موضوعنا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين لنكمل موضوع مشاكل
الجراحية أو الغير جراحية للرقبة. تكلمنا عن تجميل الرقبة الغير جراحي، الحين راح نتكلم عن التدخلات الجراحية. طبعاً أهم التدخلات الجراحية للدبل تشين اللي هو الذقن المزدوج هي شفط الدهون في هذه المنطقة. طبعاً هي ممكن تصير عن طريق البنج الموضعي أو البنج العام. إحنا شو نسوي؟ نسوي فتحة صغيرة أسفل الذقن، نحقن سوائل ملحية مع أدرينالين مع مخدر موضعي، وعن طريق هذه المنطقة نقدر نشفط الدهون المتراكمة ونحدد الفكين فيها. طبعا نتيجتها فورية، ويحتاج المريض ان تلبس او المريضة تلبس الجارمنت اللي هو المشدات الطبية بعد هذه العملية. طبعا اذا كان عندنا ارتخاء في الجلد، وهذا نشوفه في الحالات اللي يفقدون وزن كبير، هني عندنا اكثر من حل. الحل الاول ممكن ساعات النزول نتيجة او الارتخاء في الرقبة نتيجة نزول في دهون الوجه، لذلك اذا عبينا الوي بالدهون وسوينا عملية نقل الدهون للوجه وتشكيله، هني ممكن تخف الارتخاءات الموجودة في الرقبة. ولكن كثير من الأحيان نحتاج إلى عملية شد للرقبة، وهني عندنا نوعين من الشد، الميني فيس ليفت والفول فيس ليفت، وهذا تكلمنا عنها في الحلقات السابقة، لأنها عن طريقها إحنا نشد الوي وكذلك الرقبة. للناس اللي يتقدمون بالعمر هني يصير عندهم ارتخاء في الجلد وفي العضلات، وكثير أحيانا يصير عندهم أيضا تجمعات دهنية، فهني نحتاج إلى أن نعالج الجلد ونشفط الدهون في هذه المنطقة ونشد العضلات كذلك في هذه المنطقة. طبعا هناك عضلات أيضا أسفل الذقن، عن طريق فتحة في أسفل الذقن تتجاوز 3 سنتي أو لا تتجاوز 3 سنتي، عن طريقها نقدر نشد العضلات في هذه المنطقة فتحصل على رقبة مشدودة. طبعا مثل ما قلت أنا، مهم جدا بعد العمليات الجراحية المتعلقة بالرقبة وخاصة مثل الذقن المزدوج وشفط الدهون في هذه المنطقة، لبس المشدات الطبية لأنها تمنع من تراكم السوائل والدم أسفل الرقبة. تقريبا إحنا نلبسها بحدود 3 أسابيع. طبعا إحنا لا نستهين في موضوع عمليات الرقبة، دائما أنا أؤكد على اختيار الجراح المناسب والاختصاص في هذا المجال. في حالات تم عملية شفط للرقبة ودخلت في مشاكل، مثل ما قلت لكم أنا في البداية، هذه المنطقة فيها أعصاب فيها عضلات، ولازم الجراح أو الشخص اللي الدكتور اللي يقوم بالعملية ملم بهذا كله، لأن من الشغلات والمضاعفات التي قد تحدث أيضا التأثير على العصب، في عصب موجود هني مسؤول عن الحركة. طبعا الاختصاصيين عارفين مكان العصب ويحاولون يتفادونه، إذا تأثر في البداية يكون تأثر وقتي، معظم الحالات ترجع مثل ما كانت بعد مرور كم شهر من العملية. من المضاعفات الأخرى ممكن تحدث إذا ما كان الشخص متمكن أيضا، إنه يصير عندنا اختلاف بين جهة اليمين واليسار، يعني يتم إزالة جزء من الدهون هذه المنطقة ولا يتم إزالة الدهون في المنطقة الأخرى، فبالتالي تحتاج المريضة إلى عملية أخرى. فنرد نأكد مرة ثانية، هذه العملية من اختصاص جراحة التجميل، ولازم نأكد أكثر من مرة على اختيار الطبيب بالنسبة لهذه العملية لتفادي المضاعفات اللي ممكن تصير مع هذه العملية. طبعا راح أحط لكم بعد صورة لمدى التغيير اللي ممكن يصير بعملية بسيطة مثل عملية شفط الرقبة، في صورة راح أنزلها نشوف الرقبة حق المريضة كثير فيها دهون وماكلة على قولتهم من ويه المريضة، فبالتالي بعد ما أجرينا عملية شفط الدهون نلاحظ شلون الرقبة أصبحت محددة، وبنفس العملية أضفنا حقن دهون لمنطقة الذقن لتحديده أيضا. أشكركم على المتابعة ونشوفكم بحلقات أخرى.